سد. طيب مفيش راجل. طيب لا. ايه رايك حلو؟ بجد يا طنط والله تسلم ايدك. بصي يا طنط انا جبت لحضرتك 20 جنيه واخر الاسبوع ان شاء الله هكمل. انت خبت يا بنت، انا بقول هاخد منك فلوس. ربنا محتاجه الفلوس دي اخدها. شايفه بنتك يا طنط؟ ايه رايك يا مارو؟ مش عايزه فستان حلو زيه؟ لا ميرسي يا طنط مش محتاجه. هو ايهاب هيتاخر؟ يا حبيبتي عندنا باتشيه النهارده. في ايه؟ قرب قرب خدك يا ولد، خدك يا ولد، كل الناس تاني يا الولاد. زي الفل، ربنا كرمني اخر كرم النهارده. طب يا ولد جيتي في وقتك. طلع امسك يا قمر هتحصل عدل. ماشي وحياه ماما وريني الجيب التاني. الله الله مش قدام الناس كده هنقول هتفضحينا. وريني. خلاص حاضر خدي وريني. اشتغل ازاي انا بقى دلوقتي يا حبيبتي؟ لازم يكون في فلوس على جنب عشان اعرف اجيب بيها بضاعه ثانيه. ما لسه الشغل قدامك كتير اهو، وبعدين الزباين بسم الله ما شاء الله بتجيلك لحد نص الليل. الله اكبر يا حبيبتي، انت فلسطيني خالص. صباح الفل. صباح القشطة يا نونس. نمت كويس يا قمر؟ يعني ده قالي والنبي ان مشوار الشغلين ده يمشي ان شاء الله. ده عيالك على طول والله. تعالى عايزاك. اقعد يا بو. خير. ناوي على انت ومارو؟ لا دي حاجة عايز سؤال. انت عارفة اننا بنحب بعض وعايزين نتجوز. في ايه يا ماما؟ اني خايفة عليك يا ابني، خايفة قلبك ينكسر. هما فين واحنا فين يا ايهاب؟ تلاقيش. استاذ احمد متاسفين، طلبك في الوظيفه اترفض. استاذ ايهاب طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ محمد متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. استاذ تامر متاسفين، طلبك بخصوص الوظيفه اترفض. أنا سامونة طلبة الوظيفة الأمل، تفضل يا أبن المدير. وادي الشغلانة دي كمان ضاعت. كلمتي بابا؟ كان نايم لما رجعت، ولما صحيت ما كانش موجود. أنت ليه مش قادر تستنى لغاية ما أخلص كلية ونسافر سوا؟ لازم أعمل فلوس الأول يا مروة. طول ما أنا عامل في بنزينة كده مش هقدر أقابل باباكي. هنبدأ نلف كده كتير. انا مش لاقي حته هاديه نقعد فيها. طب بقول لك ايه، ما تيجي نقعد عندنا فوق السطح. برضه بتاع السطح فيها ايه؟ هنقعد نشرب شاي ونقول الكلمتين نبقى قاعدين براحتنا. يعني ايه ده؟ طب اركن هنا. اركن فين؟ اركن بس يا عزه تعالى. يلا نزل، ده فندق 5 نجوم. استني بس، احنا نروح السطح احسن. ده هنا تلاقي كوبات شاي ب 20 ولا 30 جنيه. هوريك حاجة. توريني ايه؟ تعالى ما تخافش. بقول لك ايه؟ انا لاخر مرة بقول لك انا معيش غير 20 جنيه في جيبي من اشهر، هنروح كده في داهية. ما تخافش يا عزة. هم دول اللي معايا كلهم. ما تخافش مش هتطلع مليم قلت لك. فهمت ليه كوبايات الشاي ب 30 و40 جنيه. صباح الخير. هي الأنسة اللي بتقعد جنبك ما جاتش النهارده برضه؟ ها؟ لا لا
اسلام بتقعد هنا؟ حنان منصور؟ ايوه. لا يا دكتور ما جاتش. شكرا. ايوه البيت. انت بتفهم عربي ولا لا؟ خلاص انتهينا. امسكي يا هلول، حطي ايده في الحصاله. خدي بقى ايه الساندوتش ده، كل بقى عشان حسيت تعمل اكل. ماليش نفس. عشان خاطري. ماليش نفس يا محسن. بقول لك ايه، انت لازم تشوف لك شغلانه تانيه عشان عايزين نتجوز بسرعه بقى. خلاص ما بقتش طايقه البيت ده. شغلانه تانيه؟ ايه الاوفر ده؟ كلية الصبح وشغل بالليل مش بكفيكي كمان يا هلا؟ محسن انت عندك وقت بالليل من 4 لـ7، ممكن تشتغل وتستغله. مش انت الراجل؟ الراجل شغلانته ايه في الدنيا غير انه يشقى ويتعب ويصرف؟ حاضر يا ستي. صدقني انا حاسس ان نهايتي هتبقى على ايدك. بس هتكون احلى نهاية ان شاء الله. انا اسفه يا دكتور عشان ما جتش المحاضرة. معلش. متزعلش مني. لدرجة انك تغيبي لمدة اسبوع؟ ما انا قلت لحضرتك يا دكتور قبل كده. ماما تعبانة قوي. ألف سلامة عليها. ويا ستي لو على المحاضرات اللي فاتتك، يعني أنا ممكن أشرحها لك في أي وقت. لوحدك. لوحدي؟ قصدي يعني عشان ماما ما طلعش وتطمن. وأنت كمان تطمني. سلام يا دكتور. وأنا طول واحد في عبقرية دكتور زويل ورجولة وسامة توم كروز. اشرح لي لوحدي؟ لا تقلبي شوية معلش. خد يعني عبقرية دكتور زويل ماشي، إنما وسامة اسمه ايه ده؟ حتى شكلي عادي جدا. حضرتك بس اللي مش حاسس بنفسك. انت رايح رحلة بكرة؟ هو حضرتك رايح؟ اه. يبقى اكيد هيجيلي. ميرسي يا دكتور. العفو، مع السلامة. ذاكري كويس ها؟ ازيك يا دكتور؟ انا ازيك؟ انا جبت لحضرتك كل حاجه جامده، جبت لحضرتك الاطفال. ايه؟ كنت عنده بعتذر له عشان ما حضرتش المحاضره اللي فاتت. بس كده ولا كان في حاجه تانية؟ تانية وتالتة كمان. ايه المشكله؟ ما انا واخده بالي انه معجب بيكي، بس ياك بقى ما يكونش اعجاب متبادل. ولا يكون؟ اولا ده راجل مليان من الخير، ثانيا مش متجوز، ثالثا ليه ما كنتش انا العروسه؟ وعزت يا بنتي لو فوزي